السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم متابعي قناه فيوتشر كوين؟ فيديو جديد قناتنا، قناه مهتمه باخر اخبار العملات الرقميه. عمله رقميه بترتفع تقريبا 5000% وتنخفض تقريبا 30000%، واختراقات بالجمله عم تصير اهم على منصه روبن هود وكمان على منصه باينانس. بهذا الفيديو راح نناقش كل هاي المواضيع، وراح اتكلم عن ارتفاع اللي صار بعمله الدايدكس. قبل ما نبلش فيديو اصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بعد القناة. خليكم معنا اصدقائي لبعد الانترو. طبعا اصدقائي، بالفيديو الماضي تكلمنا عن عملة الدايدكس، وقلت انه انا اشتريت عملة الدايدكس بسعر الدولار 70 سنت، والى حد الان العملة مرتفعة تقريبا 37%، وبانتظار الاغلاق اعلى الترند الصاعد حتى يتم زيادة في نسبة الارتفاع، ممكن نوصل الى مناطق الدولارين ونصف الى مناطق 3 دولار. لكن اي اقفال بيكون اسفل الترند الهابط راح نشوف هبوط بالعملة، والاهداف راح تكون على منطقة 2 دولار وعلى منطقة الدولار 80 سنت. هاي أهدافنا للهبوط إذا تم الإغلاق أسفل الترند الصاعد. وحاليا شكل عندي وج، ونهاية الوج دائما بيكون وج هابط، يعني الوج الصاعد نهاية الهبوط، ونهاية الوج الهابط هو الصعود. حاليا نحن عندنا وج، لكن بيفشل نموذج الوج إذا تم الإقفال على الترند الصاعد. طبعا عندي اختراق لمنصة باينانس، وعندي احد الحسابات او احد محافظ السكام او محافظ احتيالية عم تتمول من منصة باينانس، وعم بتقول منصة باينانس انه لاحظ الفريق الامان لدينا ذلك ايضا، وقام باغلاق الحساب وهو في انتظار مزيد من التحقيقات. يعني عندي احد العناوين او الادرس محافظ المحتالين عم تتم استخدامها على منصة باينانس، ومنصة باينانس وقفت هذا الادرس، وحاليا عم بيدرسوا وعم يعملوا تحقيقات عن ماهية هذا العنوان. وعندي اختراق كمان لمنصة روبن هود، وقام القراصنة بالترويج لعملة اسمها عملة روبن هود، والشعار تبعينا هو شعار RPH او الرمز RPH. لهيك اصدقائي، هاي العملة ارتفعت بنسبة بسيطة، لاني فقط 3 اشخاص قدروا يشتروا من هاي العملة قبل ما تتم استعادة الحساب من قبل فريق منصة روبن هود. بعد دقائق استعاد الفريق الحساب وتم مسح جميع التغريدات وترويج لهذه العملة، وطبعا صار من الحيتان تقريبا 15000 دولار فقط. اما بالنسبة للعملة الاخيرة اللي هي عندي عملة مستر تويت، طبعا ايلون ماسك غير اسمه من ايلون ماسك الى مستر تويت، وبسبب تغيير اسمه بعد دقائق من تغيير اسمه تم اختراع عملة وسموها عملة مستر تويت. وبعض المستثمرين او بعض الحيتان فكر انه هاي العملة تابعة لإيلون ماسك، او إيلون ماسك غير اسمه حتى يتم دعم العملة. العملة ارتفعت تقريبا 5000%، وطبعا مجلة انفستك بتقول ان العملة ارتفعت 30000%، وسرقوا 30000%. 30000% يعني 600 دولار اللي حطتها اصحاب العملة حاليا صاروا تقريبا 18 مليون دولار. لكن هلا حسب الشارت الموجود امامي على العمله، العمله مرتفعه تقريبا 5000% فقط. طبعا بعد ما غير ايلون ماسك اسمه ارتفعت العمله من سعر 20 سنت او 19 سنت، وارتفعت العمله الى سعر 5 دولار، وبعدها تم التفريغ والبيع القطع المملوكه من اصحاب العمله والتفريغ على الناس. تخيل انه صاحب العمله يملك فقط 600 دولار، انشا فيهم عمله وسماها على اسم الجديد لايلون ماسك، وصار عمليات شراء كبيره، وال 600 دولار تحولت ل 18 مليون دولار، وتاريخ انشاء العمله هو 25/1، يعني قبل 24 ساعه فقط، خلال ساعات كسب فوق 18 مليون دولار. اصدقائي، وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك، لا تنسى تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقميه. مع السلامه، دمتم بخير.